ان الاستعلاء في اي شيء يقابله نقص داخلي. نعم. اي انسان بيستعلي بشيء فهو عنده نقص في شيء ما بيعوضه في شيء الناس عايزاه. نعم. يبدا طبعا يفكر هو عنده نقص دلوقتي، التطرف اللي حضرتك اشرت اليه، عنده نقص في شيء معين لا قادر يشتغل ولا قادر يبقى نابغ في المجتمع ولا قادر يواكب التنمية والتطور اللي بيحصل، فيبدأ يدور على أي شيء يجمع الناس حوله بيه. وطبعا مفيش أحسن من الدين. الدين شيء بيلهب المشاعر، والناس كلها احنا عندنا دين بالفطرة يعني، وبنميل إلى أي شيء فيه الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا عايزين نسمع كلام ربنا، يبدأ يلهب المشاعر بكلام عن الدين ويستعلي بإيمانه حتى يجذب الناس حوله. والحقيقة للأسف أحيانا بيبقى عندهم أساليب معسولة، أساليب قد تكون جذابة. علشان كده احنا النهاردة بنقول للدعاة المستنيرين محتاجين أساليب جديدة في تجديد الخطاب والتكلم مع الناس والحوار مع الناس، علشان في ناس تانية عندها أفكارها الدم بتستخدم الأساليب دي. فيبقى هو عنده فكرة الاستعلاء دي ويستخدم بقى هذه الأساليب لجذب الناس حوله، لأن ما فيش بالنسبة له أحسن من الدين. هي رسالة حضرتك للدعاة مش ان احنا نتكلم عن التجديد، لا، انت عايزه تقولي احنا عايزين نخش بقى في التجديد او نستخدم اساليب معينه. نعم. حتى وان كان يعني احنا البضاعه بتاعتنا غاليه. نعم. لكن احنا محتاجين نحسن عرضها. ونحسن عرضها بطريقه تتناسب مع الجميع. يعني سواء كان في المساجد او كان في السوشيال ميديا او كان في الاعلام او غيره، احنا محتاجين نحسن عرض البضاعه الغاليه اللي معانا. لان احنا لو ما عملناش ده الحقيقه في ناس تانية بتعمل ده وعندها افكار غير منضبطه. فالمستعلي باستمرار بايمانه، المستعلي اصلا شيء مذموم، وكمان بقى ما بالنا لو كان هذا الاستعلاء بالايمان زي ما اتفقنا كده ان هو بيجذب الاخرين بحوار او بطريقه يعني تلهب المشاعر، وهذه اللي يقدر عليها، يعني هي دي الحاجة اللي يقدر يعملها. ويبدأ بقى بتجهيل الآخرين، يشوف ده جاهل، أنا أعيش في مجتمع أنا أعلى منه، يعني خلاص بقى أنا كده وصلت لمرحلة من العلو والارتفاع والرفعة، اللي حواليا جهلة بيتعاملوا. يبدأ بقى بتجهيل، نشوف يحضر مناسبة لك ده مناسبة فيها جهل، دول عندهم جهل، ويبدأ ينظر إلى الناس بازدراء، وده نوع من الكبر وليس من الدين وليس من التدين في شيء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. نعم. الاستعلاء نوع من الكبر، لأن زي ما حضرتك تفضلت إن هو شيء في هوى النفس. نعم. وليس شيء في الدين ولا الروح أبدا. نعم. الروح والاستعلاء بالإيمان أو الاستعلاء بقى التدين الحقيقي اللي بيرفع صاحبه ويعلي مقام صاحبه، ده أمر روحي بحت. وكلما زاد الإيمان في قلب الإنسان وارتفعت روحه، بل بالعكس يزداد انكسار إلى الله، ويزداد إنسانية، ويزداد رحمة، ويزداد نضج. يبدأ يرى الأمور على طبيعتها. احنا النهاردة نشوف حتى العلماء في شتى المجالات كلما زاد علمه زاد تواضعه. صحيح. وزاد تعامله مع الناس. ولنا مثلا في الدكتور مجدي يعقوب مثال، والدكتور أحمد زويل، العلماء المعتبرين اللي موجودين معنا دلوقتي، كلما زاد علمه زاد تواضعه، يبدأ يتعامل مع الجميع، لا ينظر لأحد بازدراء ولا ينظر لأحد بتحقير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. والصحابة يسألوه بقى يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون شكله حسن ونعله حسن وشعره دهين، فهل هذا من الكبر؟ الصحابة كانوا خايفين، ده مثقال ذرة، إحنا بنتحاسب بالمثقال ذرة. نعم. يوم القيامة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. غمط الناس يعني تحقرهم والنظر ليهم بازدراء على أي الناس بشكل عام مهما كانت هذه الفكرة.